مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم برنامج الراي، والله يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا. مساكم الله بالخير بدور ورقية. مساك الله بالنور. انا في هاليومين موضوع شاغلني وايد، شاغلني بعد، يعني ساعات احنا نسمع ونشوف ونقرا سواء في الصحف في الكتب في المجلات، نشوف ونسمع عن شيء اسمه المزاج العام. انت شلون مزاجكم العام اليوم؟ والله يعني المزاج العام عادة يتأثر يعني حول المزاج الشخصي بس، يعني الشخص إذا مثلا يسمع خبر حلو ولا عنده إجازة تشوف مزاجه تعدل، وعلى النقيض إذا مثلا في خبر مو بحلو وسمعه ما يتداقل ولا اللي يمه يحوكي. المزاج العام أنا أتوقع نفس المزاج يعني الشخصي. يعني لو بنفصل أكثر، إذا قضية صارت أو خبر يتم تداوله يعلقون عليه الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، يعلقون عليه بأن هذه المزاج العام اليوم والله متأثر بهذا الموضوع أو بالخبر أو بالأشياء اللي قالت عنها بدور. صحيح. وإحنا في البحرين يعني برأيكم شنو اللي أثر على المزاج العام عندنا بشكل عام؟ يعني أنا بأخذ خلاصة من كلامك وبأخذ خلاصة من كلام بدور، بأعطيكم أمثلة حية على المزاج العام إذا كان مزاجنا حلو وإذا كان مزاجنا مو بزين. تذكرون أيام الاحتفال بالعيد الوطني؟ الكل كان مزاجه ولا أحلى، الكل مستانس، الكل سعيد، وتحسون هذا الشيء كانت واضحة وايد يعني على الناس على ويوهم، وهم طبعا في السيارات والأعلام واليهال. لا ننسى بعد أهم شيء هالكلام لش بعد بدور، فرحتنا بالمنتخب أيام كاس الخليج. تذكرون الكل كان يتكلم عن المباراة وعن الاستعداد للمباراة وعن الفوز وإلى آخره. تعالوا على النقيض، خلنا نروح حق الأخبار الشينة. طبعا الأخبار الشينة مسرع ما تتداول، وبصراحة خلينا نكون صريحين أنه يمكن تتداول حتى أكثر من الأخبار الزينة. تتداول في البيوت، في المساير، في القعدات، في اللمات، وتبتدي تنتشر. فإذا كانت هذه الأخبار فعلا شينة مثل ما يتم تداولها أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلينا نكون يعني شوية فيها شفافية، بقول لك لا تلقي الظلال نفس ما يقولون على واقع أليم ومرير، بتشوف الناس كلها مزاجها بس بعدها. أنا بقول لك شغلة، الأخبار الزينة تنتشر ترى مثل انتشار الأخبار الشينة، يعني خبر يسعدنا إحنا كيسعدنا كشعب أو كمجتمع يتعلق في البحرين سواء، يعني إحنا نسمع الخبر وينتشر، لكن هذا الخبر الزين زين نشوف له مصدر، نشوف له شيء على أرض الواقع، لكن عادة الأخبار الشينة ما لها مصادر، ما لها أساس من الصحة، أحيانا حين تكون يعني بالونات اختبار يعني. بالضبط. فانت ايش رايكم يعني عاده عندنا في البحرين يعني اكثر شيء في البحرين قاعدين نشوف سالفه بالونات الاختبار، يعني تشوف العديد من الجهات قاعده تتبنى هذه السياسه، يعني تسرب لك خبر من مصدر غير رسمي وتشوف رده فعل الناس، يعني تشوف هنا المزاج العام يصير مو بحلو والناس كلها قاعده تتضايق، قاعده تحاول ان هي تدور مصدر هذه الخبر من وين هو جاي. وبكل امانه انا اتوقع بان هذه السياسه وهذه الطريقه غير مناسبه، خصوصا اذا كانوا يحاولون يغطون على خبر ثاني، يعني تشوفهم قاعدين يلهون الناس بهاي البالونه علشان على الطرف الثاني في خبر ثاني حابين انه هو يطلع. يعني اذا تسمحون لي، هي مو سالفه بالونات، ممكن تكون صح كاستراتيجيه، بس انا اتوقع يعني يا جماعه ان الشيء اللي ضايق اكثر لما يكون في فعلا مشكله، لما يكون في واقع خلينا نقول شويه متعب، خبر مثلا تم تسريبه، اشاعه قاعدين نسمعها. المزاج العام متى بيكون فعلا سيء؟ لما الرأي العام الناس ما تحصل تجاوب على هذا الخبر المنشور، ما تحصل ردود على الاستفسارات حول هذه الموضوع زين، أو خلينا نقول بين قوسين ما في أي جهة تتبنى الرد على هذه مثلا الموضوع أو هذه المشكلة، فهني فعلا الناس تبتدي تحط استفسارات وتساؤلات في بالها. بالفعل هذه التساؤلات هي اللي تسبب بأن المزاج العام يكون مزاج قلق. والله يبعد عنكم القلق ان شاء الله، يبعد عنكم مشاهدينا القلق، وان شاء الله باذن الله يعني ان حلقتنا اليوم يعني تزيح عنكم وكل قلق باذن الله من خلال مواضيعنا اللي بنطرحها، مواضيع جدا مهمه، ونشوف عناوينها ونرجع. في حلقتنا الليله بنناقش اهم ما جاء في منتدى قطر عراب الفوضى والازمات، انتشار المسالخ غير المرخصة يقابل اقتراح بلدي بإنشاء مسلخ حكومي، فهل من مجيب؟ ما هي عملة البيتكوين الإلكترونية؟ المتاحف الأهلية
ودورها في الحفاظ على التراث الوطني. نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات يوم أمس منتدى حول الممارسات القطرية المعادية ضد مملكة البحرين بعنوان قطر عرب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط. وبحسب ما قرينا في الصحف أن المنتدى ناقش نماذج للتورط القطري في شؤون البحرين وعدد من الدول العربية بغرض إسقاط الأنظمة والمؤسسات الوطنية فيها. شارك في المنتدى نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين والإعلاميين من داخل وخارج البحرين. علشان نعرف أكثر عن نتائج هاي المؤتمر معنا على الهاتف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. مساك الله بالخير الشيخ. مرحبا مساء النور. بداية الشيخ، مثل ما ذكرنا في البداية بأن هذا المنتدى استقطب عدد كبير من الباحثين في الشأن السياسي، الأكاديميين والخبراء، لو تكلمنا عن الإضافة اللي أضاف له هذه الكام وزخم الكبير من المهتمين بالشأن السياسي لهذا المنتدى. استطاع منتدى دراسات في نسخته الأولى أن يوفر منصة شارك فيها نخبة مميزة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشؤون الدولية والاستراتيجية. هذا المنتدى الذي عنوناه قطر عرب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط استطاع أن يجذب معه حماس عربي كبير. صحيح خصصنا جلسة عن تدخلات قطرية في شؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولكن أيضا وددنا من خلال هذا المنتدى أن نتوسع على نطاق الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب. صحيح هي أخذت إجراءات حازمة تجاه النظام القطري، ولكن وددنا أن نستعرض تجارب عربية عانت من هذه التدخلات وكانت معنا كوكبة من بعض الدول العربية الشقيقة، تحديدا من اليمن، ليبيا، تونس. استعرضوا ما عانت منه دولهم من إثارة الفوضى جراء التدخلات القطرية في شؤونهم الداخلية. فعلا سعادة الدكتور، احنا لازم نوسع نطاق الخطاب ليشمل اكثر من مجرد الدول الاربعه، هنالك العديد من الدول اللي عانت من ارهاب دوله قطر، وفعلا شفنا اصداء هذا المنتدى في العديد من الصحف ووسائل الاعلام سواء كانت الخليجيه او العربيه. الشيخ، شمل المنتدى ثلاث جلسات حملت كل منها عنوان مختلف عن الاخر، لو تعطينا نبذه مختصره عن كل جلسه. ما ميز الثلاث جلسات أنها لم تكن جلسات إنشائية أو تقديم آراء، ولكنها تميزت بأنها قدمت دلائل وقرائن وأوراق علمية عدها المتحدثون. استعرض كلهم في تخصصه ما قامت به قطر عبر السنين من خرق لسيادة الدول، من التدخل في الشؤون الداخلية لها وإثارة الفوضى فيها. الجلسة الأولى كانت مخصصة لمملكة البحرين، واستعرض ثلاث متحدثون فيها شواهد الماضي وممارسات الحاضر. استعرضنا جوانب تاريخية من التعدي قطر على أراضي مملكة البحرين، التعدي على سيادة المملكة، سواء كان الجانب التاريخي منها من الزبارة، من الاحتلال على أراضي جزر حوار، الاعتداء العسكري على فشت الديب العام 86، سواء كان الاعتداءات العسكرية، سواء كانت الإعلام الموجه، دعم جماعة التطرف والجمعيات المنحلة، وقدم سر تاريخي لهذه الأمور، وقدمت أوراق علمية وثقت هذه التطورات التاريخية. الجلسة الثانية استعرضنا فيها نماذج عربية بالدلائل وبالقرائن التي لا تدع مجالا للشك بتورط قطر وتدخلها في شؤون الداخلية ودعم وتمويل الجماعات المتطرفة، إثارة الفوضى في تلك الدول، الدعوة لإسقاط الأنظمة الشرعية فيها، الدعوة لإسقاط المؤسسات الوطنية. وكان معنا استعراض لتجارب فريدة كانت معنا من تونس، نائبة بمجلس النواب التونسي وهي مقرر بلجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، واستعرضت معنا
تجربتها من خلال عضويتها في هذه اللجنة المتخصصة في مجلس النواب التونسي وما أفرزت عن هذه اللجنة من معاناة الشباب التونسي جراء التدخل القطري في شؤونه الداخلية بغطاء إنساني أو بغطاء دعم جمعيات خيرية، وكل ذلك موثق، وهناك استياء شعبي كبير جراء هذا التدخل وإثارة الفوضى. تجربة ثانية كانت التجربة الليبية، وشارك معنا رئيس المجلس على القبائل والمدن الليبية الذي كان سابقا وزير سابق ومحافظ المصرف المركزي، وكان شاهدا أيضا على هذه التدخلات منذ عام 2011 ودعوتهم لإسقاط النظام في ليبيا وغيره من التدخلات في شؤونهم الداخلية. التجربة الثالثة تجربة اليمن، شارك معنا أيضا وزير من اليمن، كان شاهد وحاضر أيضا على التدخلات القطرية، سواء تغليف وساطاتهم في الإفراج على بعض الرهائن وتواصلهم مع جماعات متطرفة ومدهم بالمال بغطاء إنساني، وثق ذلك وقدم شهادته الشخصية بما شاهده وقربه من القيادة والسلطة في اليمن. فكل هذه نماذج وسعت من مدارك المشاركين وصلت الضوء على هذه التجارب العربية بشكل يؤكد التورط القطري في التدخل في شؤون الداخلية للدول العربية. وختمنا المنتدى بجلسة لخصنا فيها أبرز السيناريوهات المستقبلية للسياسة القطرية العدائية، وقدم نخبة متميزة من الخبراء والإعلاميين كل في تخصصه بعض السيناريوهات المستقبلية، ماذا ممكن أن نتوقع للمستقبل، كيف يمكن أن نواجه هذه التدخلات، وكيف يمكننا أن نحفظ أمننا القومي العربي. وتلخصت كل هذه النقاشات من الجلسات الثلاث في بيان ختامي تم عرضه بتفاصيله مسبقا. يمكن سعادة الشيخ، هاي السؤال اللي راح أسألك هي المهتمين بالشأن السياسي أو حتى عامة المواطنين مهتمين بمعرفة خلاصة المنتدى، فما هي أهم المخرجات والتوصيات اللي خرجتوا بها من خلال هذا المنتدى؟ أهم ما خرج به المنتدى هو التأكيد على أن النظام القطري يتحمل المسؤولية لكل ما يرتكبه النظام من أعمال عدائية تجاه الدول العربية. هذه أعمال ممنهجة، هذه أعمال قوضت الأمن القومي العربي، والتصدي لها بكافة الأشكال أمر في غاية الأهمية. أجمع الكل على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول، على التصدي لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى الأمن الوطني، ومكافحة كافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب. كما أكد المشاركون على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه التصرفات القطرية، وأكد المنتدى أيضا على ضرورة قيام قطر بالالتزام بكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سابقا ومنها اتفاق الرياض، نكس العقود و الالتواء على ما تم الاتفاق عليه مسبقا، أمر لا يمكن تحمله بعد الآن. ولكن الأهم من ذلك كله هو الحماس الخليجي والعربي وتفاعلهم مع المنتدى ومع مجريات الجلسات ومع مخرجاته، والرغبة الصادقة في معرفة المزيد، ماذا تقوم قطر في الشرق الأوسط، كيف تثير الفوضى، كيف تزرع الفتن، كيف تقوض الأمن القومي العربي. كل هذه الأمور وجدنا في هناك تعطش، وجدنا في هناك أسئلة كثيرة، وجدنا هناك في متابعة. والدليل على ذلك وجدنا في وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر وسم أو هاشتاج قطر عراب الفوضى، قطر عراب الفوضى. إلى الآن حقق عدد مشاهدات تزيد على 103 مليون مشاهدة حول العالم، وهذا تأكيد على تعطش المتابعين والمهتمين على كيفية إثارة قطر للفوضى في الشرق الأوسط. وهناك تفاعل جدا كبير
وندعو جميع من يريد أن يتابع مجريات مخرجات المنتدى أن يتابع هاشتاغ قطر عراب الفوضى. فعلا سعادة الشيخ، وأتوقع أيضا تلفزيون البحرين راح يعرض الجلسات الثلاث على مدى 3 أيام، يمكن اليوم بدأ بعد نشرة الثالثة، ويمكن للناس أنهم يتابعون الجلسات بكرة واللي بعده. ومثل ما ذكرت أو مثل ما ذكر أمس في الجلسة، يجب علينا نحن نتوقف عن الحديث إلى بعض، يجب أن العالم كله يعرف حقيقة قطر، ويمكن هذه الهدف اللي وصلنا من خلاله في منتدى قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط. سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفه، رئيس مجلس امناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجيه والدوليه والطاقه، كل الشكر والتقدير لك. شفنا اليوم خبر في صحيفه اخبار الخليج يتكلم عن تزايد المسالخ الغير مرخصه في البحرين، واللي يقوم فيها قصابين اسيويين بالذبح من دون اشراف اي جهه رسميه، وفي بيئة ملوثة تفتقر إلى أبسط مقومات النظافة، وفي أماكن تفتقد البرودة ومن دون أي تهوية للحوم، واللي بدوره طبعا أكيد راح يتسبب في فسادها وفقدها مكوناتها الغذائية من خلال طبعا انتشار الذبان والبعوض في المسالخ وانعدام نظافة العمال. هالشيء طبعا يثير أكثر من علامة استفهام عن غياب الدور الرقابي وحماية المستهلك. وعلى الشاشة نشوف معاكم صورة توضح شلون تنذبح هذه اللحوم من قبل عامل آسيوي، واللي يقوم بعملية الذبح على أرضية ملوثة وهو يدخن بيده الثانية من دون اهتمام بنظافته الخاصة ونظافة المكان بشكل عام، كما أن حتى ممكن يثار أن هذه المواشي مريضة بالسل وبعضها يكون غير مفحوص وتنذبح من دون حسيب ولا رقيب. وأيضا طبعا لأنها تنباع بدون حسيب ولا رقيب فهي تكون موجودة في الأسواق من دون ختم الطبيب البيطري. على العكس تماما من هذه الخبرين، قرينا اليوم بعد أن المجالس البلدية ما غفلت عن قضية انتشار المسالخ الغير مرخصة. شفنا هالشيء في مجلس الشمالية اللي ناقش في جلسته الأخيرة مقترح إنشاء مسلخ حكومي للمواشي المخصصة للاستهلاك المحلي والخارجي، وهذا المسلخ بيكون تحت رقابة الدولة باعتبار أن مملكة البحرين تفتقر لوجود مسلخ حكومي بحسب ما طبعا ورد في الخبر. المهم طبعا احنا علشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع والمقترح، معانا العضو البلدي السيد طه الجنيد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. مساك الله بالخير سعادة العضو. فالنور والسرور، شلونك بقية طيبة؟ الله يسلمك ويخليك سعادة العضو. بس طبعا شفنا الخبر مع مشاهدينا وقرينا عنه، بس حابين ان احنا يعني يا ريت تعرف او نتعرف من خلال طبعا هذه الاتصال على تفاصيل المقترح. اولا رقي اخت رقي يعني اشكرك على اتاحه الفرصه على المداخلات لتسليط الضوء على المقترح، وهو انشاء مسلخ حكومي بالمحافظه الشماليه. نعم. وقبل يعني اسلط الضوء على المقترح يعني أحببت أن أعطي نبذة قصيرة فقط عن الأسباب التي دفعت المجلس الزين الشمالي للتقدم بهذا المقترح والخطوات التي اتبعناها في هذا الجانب. نعم. يعني وأنت في بداية البرنامج تكلمت عن القلق، يعني أنا بذكر أمور يمكن تفيد المواطن قلق يعني. فبداية تم عمل دراسة، ما تقدم المقترح مباشرة، أول شيء عمل دراسة زيارات ميدانية المسالخ والحظائر بمختلف مناطق الشمالية. تم ارسال خطابات ايضا لسعادة الوزير وخطابات سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة، وتم الردع الخطابات من سعادة الوزير ومن سعادة الوكيل ايضا لشؤون الزراعة، وايضا تم عمل اجتماع تنسيقي مع سعادة وكيل الزراعة، واتضح يعني من خلال هذه الاجتماع وهذه المراسلات والزيارات انه لا يوجد للاسف في المحافظة الشمالية بل بمملكة البحرين مسلخ حكومي واحد للأسف، أقول لك بكل صراحة. نعم. بل يوجد مسلخ أهلي مملوك لأحد الأشخاص. نعم. وهذا اللي دفعكم إن أنتم تقدمون هذه المقترح. طبعا والأيام القليلة طبعا الماضية في رقية. نعم. صرحوا أيضا لمسلخين، يعني كانت بالأصل مسالخ متنقلة وصرحوا لها، وتبين أيضا أختي رقية أن العشرات من الحظائر مختلف مناطق البحرين تقوم بعملية الذبح.
صحيح بشكل عشوائي. نعم بس سعادة العضو يعني طبعا أكيد أنتم كل الجهود اللي تسوونها طبعا أكيد يعني تشكرون عليها، ومثل ما ذكرت لنا دراسات وزيارات ميدانية، بس تفاصيل إنشاء هذه المسلخ اللي راح طبعا يكون مملوك بالكامل للحكومة وهي راح تشرف عليه، نبي تفاصيل أكثر عشان بعد نعرف مواطنين بهذا المقترح. طبعا المقترح يعني يقين المجلس الشمالي بعد يعني هذه الدراسة أن لابد من ضرورة إنشاء مسلخ حكومي لمعالجة الوضع الغير مقبول يعني حقيقة في ظل العشوائية التي ذكرناها آنفا. صحيح. طبعا يعني لكي يعني نقضي على ظاهرة انتشار المسالخ العشوائية، أيضا ذبح المسالخ العشوائية، أيضا مدعاة لانتشار الأمراض، محافظة على صحة المواطن، إيجاد مسالخ تحت رقابة الدولة. نعم. كذلك إنتاج لحوم سليم وصحية وخالية من الأمراض والملوثات. صحيح. أيضا توفير لحوم استهلاك المحلي بأسعار مناسبة، يعني هذا كان يعني مقترح. صحيح. طبعا سعادة العضو احنا سعيدين جدا بهذه المكالمة وهذه التوضيح، لأن فعلا هذا الموضوع جدا مهم، وفي الآونة الأخيرة يمكن انتشرت كثير من المسالخ الغير مرخصة. يعطيك العافية سعادة العضو طه الجنيد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. طبعا مشاهدينا مثل ما ذكرنا لكم المسالخ الغير مرخصة شيء مو بيديد علينا، كل فترة والثانية قاعدين نسمع عن رصد الصحافة أو أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه المسالخ والمخالفات اللي تصير في هذه المسالخ، وبعد نقرأ عن اقتراحات يقدمها أعضاء المجالس البلدية عشان يحلون هذه المشكلة بأنهم ينشؤون مسالخ مرخصة وطبعا مهيئة بكل الأمور الصحية. لكن مع الأسف ما نسمع أن في أي استجابة لمثل هذه المقترحات لزيادة المسالخ العشوائية. طبعا هذا شيء يكون شيء مو بحلو ولا شيء مرغوب في مجتمعنا، لأن مثل ما ذكرنا في كثير من المخالفات وهذه المخالفات تؤدي إلى الأمراض. لذلك احنا نتمنى أن الجهة المعنية بهذا الموضوع تستجيب على الأقل وتوافق على أي مقترح، ومن ضمنها طبعا المقترح اللي تقدم فيه مجلس بلدي الشمالية، على الأقل يمكن يكون ذي هذه الاستجابة طبعا بادرة لوقف كل التجاوزات الغير قانونية في هذا الموضوع. فاصل وراجعين لكم. تتابعون بعد الفاصل. انتشار المسالخ غير المرخصة يقابل اقتراح بلدي بإنشاء مسلخ حكومي. حياكم الله من جديد مشاهدينا. انا ببتدي هذه الفقره بسؤال بطرحه على بدور. قط سمعتي بعمله البيتكوينز؟ امانه بس هم سمعنا بس مثل ما يقولون تناتيش، لكن ما شدت انتباهي الا لما محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تكلم عنها، واللي شدني وخلاني ابحث عنها اكثر عشان اعرف تفاصيلها. للامانه بسام الموضوع شوي يخرع، يعني شلون استغني عن العملات الورقيه وصار في عمله افتراضيه. انا يعني اللي اثار استغرابي ان احنا مو بس قاعد نتكلم عن عمله افتراضيه، قاعد نتكلم عن نظام خلينا نقول مصرفي، نظام مالي جديد يعني عالمي. وغريب وبداوا يشتغلون عليه بشكل مثل ما قالت بدور عالمي. واساسا هالعملات بدور يعني تعتبر مجهوله المصدر، واللي انا مستغرب منه ايضا انهم شلون الناس يتجرؤون يتداولونها في عمله مثل هذه العملات. وعلى كثر ما هي موجوده على الساحه الافتراضيه، بس عمله البيتكوين حصلت انتشار وصيت اقوى من باقي العملات، واثارت هالعمله دهشه الكل. مثل ما قلتي طبعا رقيه ان هذه ابعادها مجهوله ووهميه، يعني معقوله عمله يتم تداولها بس في الانترنت بدون اي دليل، بدون اثبات، بدون حتى مرجع لها او مصدر لها هذه العمله؟ وفعلا ماخذ انتشار كبير بسام. بس على فكره ترى مو بس في البحرين تم منعها مثل ما ذكرنا في البدايه من خلال تصريح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، العديد من الدول خصوصا الدول المحيطه ما تعترف فيها، ودول ايضا اعتبرتها جريمه ويحاسب متداولها قانونيا. لكن في دول اخرى خصوصا الدول الغربيه ما اخذت اي اجراء تجاهها، وهني النقطة اللي تخوف. ما ندري شنو بيكون مصير أو مستقبل هذه العملة، لكن بنعرف أكثر وبتفاصيل أشمل مع ضيفنا اليوم في الاستوديو الدكتور رياض سيادي، أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص في جامعة البحرين. مرحبا فيك دكتور. أهلا.
حياك الله دكتور للمرة الثانية معانا. الله يحييك. دكتور يعني قبل أن نبتدي والله موضوع يعني يحتاج إلى شرح طويل وتفصيل ونبي نعرف أسباب الانقسام آراء بين الدول إن هذه الدولة والله تمنع ودولة ما تمنع، لكن خلينا نعرف الناس أكثر عن هذه العملة، نأخذ ملخص بسيط في هذا التقرير نشوفه معاكم ونرجع. البيتكوين عبارة عن عملة افتراضية مشفرة صممها شخص مجهول الهوية يدعى ساتوشي ناكاموتو، تم إطلاقها في 3 يناير 2009، وهي تشبه كل العملات الثانية لكنها تختلف عنهم من جانب الوهمية، وإنها ما تستخدم إلا عن طريق الإنترنت، يعني ما لها وجود مادي ولا تتبع عمليات البيع والشراء فيها. يقولون لها إيجابيات من خلال السرية التامة والرسوم المنخفضة والسرعة والعالمية، وهالشيء اللي غرم الدولينها، لكن اللي خرع شوي عدم وجود وسيط بينهم لنقل المال، وبس كودها اللي ينتقل بدون أي عملية وعدم المراقبة والتدخل فيها، وكونها أيضا ما ترتبط بأي موقع جغرافي، ولكن الجميع معجب بالعملية بدون ما يدرك أبعادها وخطورتها الفعلية بالواقع. ومن أهم الطرق للحصول عليها عملية اسمها عملية التعدين، تشبه عملية استخراج الذهب من المناجم، بس الفرق بينهم بأن تستبدل أدوات الحفر بأجهزة كمبيوتر، كل ما زادت قدرة الجهاز على المعالجة زادت قدرته على استخراج العملات، ويتم استخدام برنامج يحل كل المعادلات وفيها أكواد للعملات، ومن يحصل على الكود تصير العملة ملكة وباسمه. ولأن وايد ناس صاروا مهووسين بالعملة حجزوا سيرفرات كاملة تشتغل على مدار اليوم، وظيفتها بس تحل معادلات وتستخرج منها الكودات للعملات الوهمية، ورغم أنها وهمية إلا أن شركة تيتان بيتكوين متبنية الموضوع وتشتغل عليها بالواقع وتخرجها على هيئة عملات صجية، بس تختلف عن الافتراضية أنها مو بسريعة الحصول عليها ولا بأسعارها منخفضة. تخيلوا أن مقهى إسبرسو في كولومبيا احتضن أول جهاز صراف آلي ATM في العالم خاص لهالعملة، وفي حين أن بعض الدول ما اعترفت فيه والبعض منها خذ موقف تجاه هالعملة، لكن ألمانيا تعتبر الدولة الوحيدة اللي اعترفت فيها العملة، والولايات المتحدة اعتبروها بأنها عملة وخاضعة للتنظيم الحكومي. أما الصين بسبت هالعملة أغلقت كل بورصات تداول العملات الرقمية بسبب خوفها من تصاعد مكانة هالعملة في البلاد. كندا تسمح بتداولها لكن امتنعت من الاعتراف فيها عشان ما تستخدم في عمليات غسيل الأموال، بينما السعودية ولبنان وأيسلندا وفيتنام وبنغلاديش وروسيا ما اعترفوا فيها بتاتا واعتبروها جريمة يعاقب من تداولها قانونيا، لدرجة أنها حتى توصلهم للسجن. اللي شفناه يعني التقرير يعني يعطيها العافية نورة المنصوري معدة التقرير، يعني أعطتنا إيجاز عن هذه العملة وتعريفها وشلون ممكن يتم التعامل معها، وشنو الدول اللي رخصت هذه العملة وسمحت لها، وشنو الدول اللي ما اسمحت لهذه العملة. فعلا بسام، وفعلا ما شاء الله العملة أخذت زخم على المستوى العالمي. أنا راح أتوجه بالسؤال حق دكتور رياض، شنو هي هذه العملة اللي ما شاء الله شفنا العديد أو كل دول العالم أغلب دول العالم كان لها موقف رسمي، شنو هذه الدولة وشنو سر اشتهار هذه العملة بين العملات الرقمية الأخرى؟ بداية قبل لا أدخل في تعريف العملة، لو تسمحين لي أعطي شوية مقدمة تاريخية عن مفهوم العملة وتطورها إلى أن وصلنا إلى عملة ورقية. هذا الشيء بيختزل علينا كثير، ليش استخدام هذه العملة اليوم يعني ممكن يكون يشكل تهديد إلى النظام المالي القائم والنظام الاقتصادي وإلى آخره. لو رجعنا للتاريخ سابقا، كيف كان يتم التداول في المجتمعات القديمة؟ كان يتم عن طريق شيء اسمه المقايضة، أعطيك شيء ذو قيمة وتعطيني شيء ذو قيمة أخرى على حسب الحاجة. بعد ذلك مع تطور المجتمعات وإلى آخره طلع مفهوم اللي هي العملة المعدنية التي تقوم يا أما تعتمد على الذهب مثلا أو على الفضة أو على النحاس، وكل واحد له قيمة معينة وكان يتم التداول في هذه العمل. فالقصد إنه كان شنو؟ تاريخيا كان أهم شيء إن الشيء اللي يتم التداول فيه يكون ذي قيمة. بعد ذلك طبعا بعدما حققت اللي هي العملة اللي تعتمد على الذهب نجاح كبير مع ظهور مفهوم الدولة الحديثة،
بدأ اتجه العالم إلى طباعة العملة النقدية تحت مظلة شنو؟ المخزون مخزون الذهب، مقدار مخزون الذهب. فلم يكن حتى فلم تكن طباعة الأوراق بدون أي مخزون، كانت تقاس بقدر مدى إمكانية الدولة في الحصول على الذهب وإلى آخره. بعد ذلك أيضا مع التطور أصبحت طباعة العملات النقدية يعتمد على اللي هو حجم الاقتصاد والناتج المحلي وإلى آخره. ودليل على ذلك آخر استفتاء قامت فيه سويسرا في عام 2000 كان استفتوا الشعب السويسري عن مسألة هل ممكن طباعة العملات النقدية بدون الرجوع إلى مخزون الذهب، وتمت الموافقة إن على طبع الأوراق فقط بالاعتماد على قوة الاقتصاد والناتج المحلي. هذه بالنسبة حق التأسيس التاريخي. بعد ذلك طبعا مع ثورة التكنولوجيا والمعلومات التي لمست كل قطاعات الدولة ومست كل قطاعات المجتمع بما فيهم العملة، طلعت لنا شيء اسمه اللي هو العملة الإلكترونية. إذن شنو هو تعريف العملة الإلكترونية؟ العملة الإلكترونية في الحقيقة هي عملة إلكترونية غير ملموسة، وهي عبارة عن تشفير إلكتروني عبر كودات معينة، زين، لا يتم التداول فيه افتراضيا فقط. إذن فهو غير ملموس، لا وجود فيزيائي له. فهذه بالنسبة حق التعريف. طبعا شنو اللي يميز البيتكوين عن غيرها؟ عشان اجاوب على سؤالك من العملات الاخرى، اللي يميز البيتكوين انه هو نظام يوفر عمله ويوفر شبكه مدفوعات في آن واحد، يعني اثنين في واحد. اما العملات الالكترونيه الاخرى مثلا عندنا الإثيريوم والريبل وغيرها من العملات الافتراضيه ما حققت النجاحات نفس البيتكوين، لان فيها شبكه لان لا توفر شبكه مدفوعات، يعني ممكن التداول فيها عبر شبكه المدفوعات المتاحه اللي هي في اونلاين مثلا بايبال اللي هو الفيزا الماستر، ولكن البيتكوينز توفر نظام مدفوعات خاص فيها مشفر لا يمكن من خلاله معرفه من هو المرسل ومن هو المرسل اليه. نعم. بدون معرفة دكتور بتعرف أكثر عن قيمتها وشلون يتم تتبعها، ولكن إحنا بننتقل حق هذا الاتصال الهاتفي مع مصرف البحرين المركزي، بنتعرف معهم أكثر ليش تم التركيز على هذه العملة بالذات وليش صدر هذا التوجيه مؤخراً. معانا على الهاتف الأستاذ خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي. مساك الله بالخير أستاذ خالد. يا هلا مرحبا. يا هلا اشكركم على اتاحه الفرصه لي للمشاركه في البرنامج. اول الله بالخير. اولا استاذ احنا نعتذر لك على التاخير. لا طول بعمرك. حياكم. من بين كل هالعملات استاذ الكريم يعني الموجوده في 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 الساحه، خصوصا نتكلم عن العملات الافتراضيه، ليش البيتكوينز يعني ظهرت بصوره اكبر؟ وطبعا مثل ما بين الدكتور ان البيتكوين لها نظام آلي للتداول، وظهرت سبقت العملات اللي قبلها او قصدي سبقت العملات الاخرى، وشركات كبيره ايضا في بعض الدول قامت بتبني استعمالها مع عملائها، وبعض الدول مثل ما المانيا وامريكا سمحوا بتداولها في بين الناس. فيعني هذه يعني هي يعني جرت ان هي سبقت العملات الاخرى، وايضا ان وجود برامج يعني كمبيوتر لها خاصه بها فيما يتعلق بالتعدين وما يتعلق بالتداول، وفي ايضا صارت لها بورصات معينه في بعض الدول، يعني في امريكا في عده بورصات تتداول هاي العمله. نعم، لهذا السبب برزت اكثر هذه العمله. لكن يعني السؤال اللي قد يطرحه يعني المتتبع او المستمع او المشاهد بان ليش يعني مصرف البحرين المركزي ما اعترف بهذه العمله بالرغم من اعتراف مصارف مركزيه لدول كبرى بهذه العمله؟ وطبعا اول شيء يعني لابد ان نتكلم بشكل قانوني في هالموضوع. أنا أول شيء يعني طبعاً أشكر الدكتور على المقدمة القيمة اللي قدمها بالنسبة حق تطور العملات، وأيضاً بيّن نوعية المنتج هذه اللي هو البيتكوين وتفاصيله. ولكن يعني في البحرين يعني أهنا لا يمكن أن نطلق على البيتكوين مصطلح عملة، لأن العملة لها معايير ولها ممارسات ومذكورة تفاصيلها في قوانين ومربوطة بأسعار فائدة معلنة ومربوطة أيضا بسياسات نقدية.
هذه البيتكوين أو أي عملة أخرى افتراضية لا تتواجد فيها هذه المواصفات إلا موضوعين، وهو عملية أن في تداول بين الناس فيها، وأيضا أن هذه العملة الافتراضية لها ميزة أنها تستخدم في المدفوعات. يعني ليست جميع أنواع المدفوعات، ولكن في مدفوعات مخصصة. نعم. بالتالي القانون في البحرين يعتمد عملة واحدة وهي الدينار البحريني. إلا أنه طبعا هنا يعني في البحرين استلمنا عدة طلبات من عدة أفراد من خارج البحرين على أنهم يطلقون منصات للعملة الرقمية كنشاط تجريبي تحت ما أطلقناه العام الماضي البيئة الرقابية التجريبية. وطبعا احنا منفتحين في هالمجال، ونرى ان يعني ان هذه التطور اللي صار في العملات الافتراضيه فتح افاق كبيره لدى كثير من البنوك المركزيه فيما يتعلق بمستقبل العملات الورقيه والمعدنيه. نعم، وشنو الأسباب بالتحديد يعني أستاذ خالد اللي منعت بسببها طبعا يعني مصرف البحرين المركزي منعها لهذه الأسباب؟ والله مثل ما قلت لك يعني هي القانون هو أحد الأسباب، لأن القانون يعتمد العملة الأساسية الرسمية هو العملة اللي هو الدينار البحريني. ثاني شيء ان هذه البيتكوين مو مربوطه بسياسه نقديه ولا لها اسعار فائده. هل هناك خطر في استخدامها مثلا استاذ؟ في خطوره، في سلبيات معينه ممكن تعود يعني بالسلب على مستخدمين هذه العمله؟ نعم، هو طبعا انا الحين في نظري هذه ليست عمله ولكن سلعه محفوفه بمخاطر كبيره تتعلق بمضاربات ما لها اساس يعني انتاجي ولا اساس اقتصادي. نعم، وشلون تشوف مستقبلها يعني بشكل عام يعني في دول العالم ككل يعني؟ نعم، اعتقد يعني ان هذه التطور الغير مسبوق في ظهور هذه العملات الافتراضيه قد يعني فتح افاق كبيره حق البنوك المركزيه ان هي بدات تفكر في تحويل عملاتها الى عملات ورقيه. اي نعم، يعني المستقبل تراوالي المستقبل راح يكون يعني واعد بالنسبه حق العملات الحاليه، العملات الرسميه الحاليه في المستقبل. نعم، وشلون راح يتم ضبط مثلا مستخدمين هذه العمله في البحرين؟ وشلون راح يتم تتبعهم يعني بشكل مستمر وبشكل يمنع استخدامها طالما ان هناك منع في مملكه البحرين؟ وطبعا اليوم الصفقات اللي تصير حتى في البحرين تصير خارج القطاع المالي، فالمصرف المركزي ما بيكون له يعني يد على هذه الصفقات اذا كانت خارج القطاع المالي. ولكن احنا يعني مثل ما بينت انا من شويه ان اطلقنا البيئه الرقابيه التجريبيه، وهذه يعني تعطينا الفرصه ان المستخدمين والمهتمين بهذه العملة أنهم يدخلون في البيئة الرقابية التجريبية ويجربون تداول هذه العملة. نعم. إذا كانت هناك يعني، وطبعا البيئة الرقابية التجريبية بتكون تحت مظلة المصرف المركزي من ناحية الرقابة والمتابعة. نعم. فهنا عندنا تقريبا فترة 9 شهور للتجريب أي منتج فيه يقدم باستخدام تكنولوجيا متطورة. نعم، شكرا على هذا الإيضاح على هذه التفاصيل الأستاذ خالد محمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك. أنا أتوقع بسام الأستاذ جواب على العديد من الأسئلة والعديد من التساؤلات، لماذا تم منع هذه العملة في البحرين؟ يعني أكيد الحكومة في النهاية تخاف على المواطن وعارفة شنو هو الأصح له، وفعلا الأسباب اللي قالها جدا جدا مقنعة. دكتور رياض، خلني أرجع لك، يمكن إحنا ذكرنا بأن هناك العديد من العملات الافتراضية،
عملة البيتكوين تم إطلاقها في سنة 2009 من قبل شخص صيني، لكن ما لقيت صدى إلا الحين. شلون تم تفعيلها وخذت هذه الصدى في هاي الفترة؟ هو في الحقيقة هي إلى الآن غير معلوم مصدر إطلاقها، هي شبكات غير معروفة. هو نعم هي بدأت ببحث نشر في 2007 من خلال شخص يدعى مهندس ياباني ستوشي ناكاموتو، معروف هذا الاسم في جوجل. وبعدين لما طبعا في 2007 عن طريق ورقة بحثية، ولما تم التداول فيها في 2009 نفس ما تفضلتي عن طريق شبكات مواقع إلكترونية، برامج اللي هي تقدم التداول بالعملات الإلكترونية، تم استدعاء هذا الشخص وموجودة له مقابلة مسجلة، وأنكر أن ما له أي علاقة. وبعد ذلك بعد فترة قصيرة طلع شخص استرالي ادعى أنه هو خبير آي تي، ادعى أنه هو صاحب هذه الفكرة. فالأسامي كثيرة لو بتبحثين إلى الآن غير معلوم اللي هو المصدر اللي يقوم على إدارة هذه الشبكات، لكنهم استندوا على الدراسة البحثية اللي قام فيها الشخص. أول ما بدت الفكرة بدت بدراسة بحثية. دكتور أنا الحقيقة يعني يهمني أسمع رأيك، يعني أنت رأيك في هذه العملة، وهل تشوف أن لها عيوب، لها سلبيات، لها إيجابيات؟ طبعا هذه العملة الرقمية أنا أيد كلام الضيف اللي كان على التلفون اللي هو سعادة المدير، أنها هي ما ترقى إلى مفهوم عملة. هي سلعة إلكترونية محفوفة بالمخاطر الإلكترونية مثل أي سلعة، بل عليها مخاطر أكثر لأن أنت ما تعرف وين مصدرها. إحنا خلنا يعني نفهم مستمع مسألة واحدة، أن هذه شلون تصنع هاي العملة، شلون يتم يعني صناعتها إلكترونيا، يتم صناعتها وشلون يتم الحصول عليها عن طريق شيء يسمونه المايننج، بس في الآي تي نفس كان ما هو موجود عندكم في التقرير. شنو هو المايننج في الآي تي؟ اللي هي مجموعة من السيرفرات تحل عدد من معادلات رياضية تعتمد على اللي هو الجبرة والماثماتكس وشديد التعقيد. فلما يحل هذه المعادلة، كل معادلة تعطيك عملة واحدة، يعني العملة عبارة عن معادلة رياضية واحدة، ويحطون عليها كود، ويكون هذا الكود مشفر ما حد يقدر يوصل له. لذلك هم دائما يقال اللي هم أصحاب هذه الشبكات والمحافظ من خلال التقارير يقول لك انت يعني مو اي شخص يقدر يقوم في هذه المعاملات. يقول لك الحاسب الشخصي لو تبي انت تسوي عمليات مايننج على مواصفاته ممكن يحتاج مليونين سنة عشان يصدر لك بيتكوين. يعني واحد. الشخص اللي لازم يتعامل مع هاي الشبكة سيرفر لازم يكون ولازم يكون ذكي في الرياضيات معينة اكيد. فلذلك كثير من التقارير بل فيديوهات يعني الموثقة في من خلال كثير من المواقع اللي تتناقل هذه الأخبار يجيب لك أماكن صناعة البيتكوين اللي هي عبارة عن مخازن من السيرفرات إلى يعني أبعد نظر. يعني إحنا قدرنا نعرف شلون يتم تصنيعها، بس نعم. ما قدرنا نعرف مصادرها في وين. إيه أنت حين هذه طريقة تصنع، شلون يتم تتبعها، خصوصا أن في دول يعني تمنع استخدامها، في دول تسمح باستخدامها. فما أعتقد أن إحنا نشوف في جهود دولية لتتبع مصادر هذه، ما هو نفس ما في اتفاق اساسا. هي لانها هي تدار عن طريق شبكه، شبكه افراد، هي وتعرض من خلال اللي هي محافظ الكترونيه. نفس ما قلنا هي مشفره، انت ما تعرف من صاحبها، انت تتعامل مع كود والكود هذه مشفر. دكتور رياض، يعني على الرغم من الخطوره الجسيمه اللي انت شرحتها لنا، لكن لاحظنا بعض الدول اللي اقتصاداتها قويه، يعني مثل ما ذكر التقرير المانيا من اقوى الاقتصادات في اوروبا، امريكا اللي هي الدولار اقوى عمله رسميه سمحت بالتعامل مع باي حق المانيا وامريكا. هل هي مخاطره منهم او مجازفه، او هم عندهم حسابات ثانيه؟ قبل لا باي حق المانيا وامريكا، لكن قبلها لازم اي حق الصين. الصين 80% من التداول في البيتكوين تحديدا، لان في اكثر من عمله افتراضيه، لكن البيتكوينز كان في الصين 80% من التداول يكون في الصين. الصين اليوم كنسلت كل اللي هي المحافظ الالكترونيه اللي تعامل بالعملات الالكترونيه. ليش؟ لان شافت ان ما فيها استقرار في الاسعار. اليوم ب 1000 بكره ب 10000 جميع العملات الافتراضيه، مو بس البيتكوينز. سمحت بالعملات البقيه الصين ان هو كلها، انا اتكلم من ناحيه الاسعار عن البيتكوينز. لكن الصين مؤخرا يمكن خلال الشهر الماضي منعت كل التعامل في العملات الرقميه. هو على فكره البيتكوينز هذه بدا بسعر 60 سنت. العمله الواحده البيتكوين تساوي 60 سنت. اليوم قبل لا اي كم كان سعرها؟ 14000 العملة الواحدة. العملة الواحدة عشان تحصل على بيتكوينز تحتاج. شنو سبب ارتفاع قيمتها بهذه الدرجة؟ الأسباب غير واضحة وغير مفهومة. هذا الشيء يقودنا على تصريح أحد أهم المؤسسات
اللي هي البنك الاستثماري الاستشاري الأمريكي جي بي مورغان، أهم الاختصاص البنوك في تقديم الاستشارات الاقتصادية. في أكتوبر لما كان سعرها 3,400 دولار كان سعر البيتكوينز، صرح وقال إن هذه البيتكوينز هي فقاعة وراح تنتهي. اليوم تصريحه في الفاينانشال تايمز نفسه اللي هو الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي مال جي بي مورغان، اليوم قبل 5 ساعات في الفاينانشال تايمز قال إن يؤسفني إن أقول إن العملات الافتراضية هي عبارة عن غش وخداع إلكتروني وما لها أي تفسير وفق النظريات الاقتصادية القائمة. بس عادة يعني هذه العملة بتعريفها، ويعني إحنا نشوف إنها عملة يعني جدا مجهولة وما نقدر حتى نوصل حق مصدرها، لكن طالما يعني حتى لو الدولة مثلا أي دولة منعت تبقى العملة هذه افتراضية استخدامها عن طريق الإنترنت، وأعتقد تداول العملة مو بتصنيع، تصنيعها معقد لكن تداولها بيكون تداول. سهل. نعم. فإلى أي مدى إحنا نقدر نمنع ونحد من استخدام هذه العملة في دولة تمنع هذه العملة؟ لا، هو إذا الدولة منعت التداول فيها فأعتقد المسألة بتكون أسهل، لأن بيكون عندك شبكات وسيرفرات تخضع إلى يعني مؤسسات مختصة، وزارة الاتصالات وإلى آخره. تقدر تتبع. اللي تقدر يستخدم. تتبع وإلى آخره. وإذا حصلت حالة معينة أكيد أنت تحتاج إلى تشريع معين. يحد تشريع معين، يعني يمكن إنه ينص بالنص على مسألة التعامل بالعملات الإلكترونية، في حين إن أصلاً المسألة أصلاً محمية في اللي هو في نظام مكافحة الأموال الجرائم الاقتصادية، في قانون العقوبات محمية، في اللي هو جرائم تقنية المعلومات اللي هي تحت إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كلها فيها نصوص تحارب مسألة اللي هي الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية وإلى آخره. دكتور رياض، بس خلني يعني خلنا نوضح حق مشاهدين التصريح اللي طلع من محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، يتكلم عن البيتكوين. هل فقط البيتكوين ممنوعة في البحرين أو جميع العملات الافتراضية؟ هو في الحقيقة في البحرين، أنا قبل لا سألت أحد المختصين في الحقيقة في التعامل اللي هي في المحافظ الخاصة بالعملات والاستثمار في مملكة البحرين، أفادني إن ما عندنا إحنا أي تعامل، يعني ما في أي مثلا شركات مدرجة مثلا في البورصة أو شركات مسجلة تتعامل بأن من نشاطها اللي هو التعامل في العمل اللي هي الإلكترونية. وهل منع هل مجرد في البحرين على المواطنين البحريني، أو مثلا شخص بحريني حاب أنه يتعامل مع عملة خارج مملكة البحرين؟ أي معاملة بتحصل أكيد على إقليم مملكة البحرين فهي بتكون مخالفة وفقاً للتوجيه، وأكيد طبعا احنا نأيد التوجيه أو اللي قام فيه التوصية اللي قدمها سعادة المحافظ، ونتمنى أن المسألة بعد يعني تتبعها مجموعة من القرارات وإلى آخره. ما دام أن في توجيه في مملكة البحرين فأي تعامل بيكون على إقليم مملكة البحرين أكيد بيكون يخضع حق تحت المخالفة ويخضع، ولكن لا تنسين أن إحنا بعد في شبكة عنكبوتية. صحيح. قد يكون مثلا الشخص البحريني هني يتعامل في البحرين ويتعامل مع شخص آخر في دولة أخرى، فتحتاج جهود مكثفة مو بس يعني من خلال الأجهزة الأمنية بل حتى من خلال اللي هي الوزارات المختصة الاتصالات وغيرها، وقد يكون شركات القطاع الخاص أيضا لها علاقة. دكتور، خلينا نروح حق الدول اللي امنعت هذه العملة ولربما يعني نصت على مثلا قوانين تمنع وتنظم هذه العملية، لو نبي نعرف عقوبات يعني استخدام هذه العملة في الدول اللي منعت هذه العملة. نعم. هو في الحقيقة لأن هي مسألة العملة الرقمية هي إلى الآن ظاهرة تعتبر من الظواهر الجديدة في عالم التكنولوجيا وفي عالم العملات تقريبا، ولذلك إلى الحين يعني مثل ما قال حتى تفضل الضيف اللي كان على التلفون قال إحنا نحاول يعني حتى المصارف المركزية قاعدة يعني تحاول تستوعب وتتماشى مع هذا التطور، ولكن الدول الحد علمي اللي منعت هي لم تمنع بقوانين. يعني مثلا أمريكا اللي أنت قلتوا أنها هي سمحت، أمريكا سمحت ضمن قوانين المصرف المركزي الخاص فيها. نعم، أمريكا شنو هي ما اعترفت في العملة، اليو اس ما اعترفت في العملة، ولكن هي سمحت التعامل فيها. ولا يعني أن أنت تتعامل فيها في الأنترنت مثل أي عملة، ممكن هي صنفتها على أنها هي سلعة مثل أي سلعة يحفوها اللي هي المخاطر وإلى آخره. نفس الشيء ألمانيا ما اعترفت فيها عملة بديلة يعني عن اليورو. العملة الألمانية صارت نفسها العملة الأوروبية، ولكن عندهم اللي هي مسألة إن ممكن التداول فيها فقط، ولكن لأن مو في كل التداول في العملة الافتراضية قد يكون فيه مخاطر اللي هي غسيل الأموال
أو المتاجرة بالمخدرات أو دعم الإرهاب وإلى آخره. طبعا أكيد اللي عندهم اللي هم اللي يدعمون هذه الأمور أكيد يستفيدون من هذه اللي هي البيتكوينز، لأن هي مشفرة وفيها كودات ولا تظهر أسمائهم، فيمكن تحويل أموال بائلة من خلالها. حسب اللي فهمت أن يعني ممكن طبعا استغلال هذه العملة بالشكل اللي تفضلت فيه بغسيل الأموال أو بالتجارة بالأمور الغير مشروعة طبعًا. فعلى ما يبدو ارتفاع قيمته، فهذا يدل على أن ارتفاع قيمة الأعمال أو قيمة الأعمال غير مشروعة اللي يقومون فيها، هي ارتفاع قيمتها لأن هي ما تستند على أصل معين، ما في أسس تستند عليه، نفس ما قلنا في البداية ما في ذهب، ما في اقتصاد معين، فهي عادة تقاس قيمتها بحجم التداول مالها. بس مشكلة دكتور يعني إذا مثلا دولة بتشرع هذه العملة أو بتسمح باستخدامها، فأنا عن طريق هذه الدولة أقدر يعني أن أنا يعني أشتري هذه العملة وأشتري سلع معينة ومن خلالها أقوم بعملية غسيل الأموال. طبعا هي ممكن، لذلك في دول اللي اعتمدتها 100% مؤخرا كانت فنزويلا. فنزويلا على حفا اشهار الافلاس، في كل يعني في كل صحف البزنس تكلم اليوم عن فنزويلا. ففنزويلا كان مسموح التداول واعتبروها عمله، مو بس التداول، اعترفوا فيها كعمله. فيعني واحده من الاسباب اللي ادت الى وصول فنزويلا الى هذه المرحله، مو بكل الاسباب، ولكن هي في النهايه هي انت تتعامل مع عمله غير ملموسه وافتراضيه. اضف على ذلك ان هي قد تتعرض لعمليات القرصنه. اشهر شركه كانت تتعامل في اليابان ومنعوها ومنعوا التداول فيها، كانت شركه يابانيه معروفه وايضا اشهرت افلاسها، تعرضت ليش؟ تعرضت لعمليات قرصنه. دكتور رياض، نظرتك أنت المستقبلية للعملات الافتراضية، هل ترى بأن هي راح يتم تداول فيها، راح تكون بديلة للعملات النقدية؟ أنا أعتقد يعني نفس ما قالوا أهل الاختصاص الدقيق اللي هو الجيمي اللي هو الرئيس التنفيذي مال البنك الاستثمار الاستشاري، إن هذه فقاعة وأن هي خدعة. انها هي فقاعة، ما بقول خداع بس انه بقول انها هي فقاعة. بس والله نشوف يعني ارتفاع قيمتها يعني بهذا الشكل مؤشر متسارع قوي. صحيح. اي فيعطيك مؤشر انها يعني بالذات يعني بالذات حتى اعتماد المانيا والولايات المتحدة، يعني احنا قاعد نتكلم عن اقوى اقتصادات في العالم. يعني تشوف بعد ان تحتاج الى وقفة جادة من المجتمع الدولي للحد منها. أعتقد أن المجتمع الدولي مؤخراً تحديداً مؤخراً في 2017 كثير الصحف المهتمة بالبزنس والعملات كانت تتكلم عن العمل الرقمية، فأتوقع أكيد البنك الدولي راح يصدر اللي هي توصيات وإلى آخره إلى الحكومات لسن تشريعات أو على الأقل لضبط المسألة وفق إطار معين. لأن يعني آخر كلمة لو تسمح لي في هذه السياق، لأن شنو هي فلسفة العملة الرقمية؟ على شنو تقوم العملة الرقمية؟ على فلسفة اللي هو الهروب من القيود التي تفرضها المصارف المركزية والحكومات. يعني إلى الآن الوضع القائم يقوم على وضع قيود وإلى آخره في المصارف، إذا بتحول إذا بتتعامل في العمل. الوضع اللي وفره هذه التداول الرقمي اللي هو خصوصا البيتكوين، ما في أي قيود ولا في أي شيء، حتى يعني لدرجة إن ما في شبكة دفع. أنت والمشتري على طول بدون حتى ما تستخدم أي شبكة. إحنا من خلال كلامك، من خلال كلام الأستاذ خالد، تبين لنا مدى خطورة هذه العملة، وأتمنى من الجهات المعنية خصوصاً السلطة التشريعية أنها يعني تدرس الموضوع أكثر وتسن قوانين وتشريعات يعني تحد من استخدام هذه العملة بشكل قانوني وبشكل رادع بدور. صحيح. بسام دكتور رياض سيادي، أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص في جامعة البحرين، كل الشكر والتقدير على وجودك. لو تسمحين لي آخر تنوين، إن لازم أشير على القوانين في مملكة البحرين اللي أيضا قد تدخل في نطاق الحماية، إن ممكن شخص يتعرض لنوع من الغش أو نوع من القرصنة في هذا المجال. فعندنا أول قانون نفس ما قلنا هو قانون العقوبات، ثانيا عندنا المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال، وفي مجموعة من العقوبات من حبس إلى سجن إلى مؤبد، وعندنا أيضا قانون رقم 60 بشأن جرائم تقنية المعلومات. كل هذه القوانين، وعندنا إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تابع لوزارة الداخلية، وما شاء الله عندهم موقع إلكتروني جدا متطور وتقدر تتواصل معهم بأسهل طريقة إذا تعرضت لأي نوع من
أنواع الغش الإلكتروني. شكراً شكراً لك دكتور. طبعاً أكيد الحكومة في مملكة البحرين وجميع الأجهزة والمؤسسات في مملكة البحرين يهمها حماية البحريني وحتى المواطن وأي أرض مقيم على أرض مملكة البحرين. التشريع اللي صدر من فترة أو القانون اللي صدر من فترة من مصرف البحرين المركزي وتصريح المحافظ رشيد المعراج أكيد يضع في عين الاعتبار. هذا التصريح مايا من عبث، أكيد أهل الاختصاص لهم خبرة ولهم دراية بكل ما يجول في العالم الاقتصادي. احنا نتمنى من جميع المقيمين على أرض مملكة البحرين الالتزام بهذه التعليمات، وفي النهاية أي قانون يطلع هو في حماية المقيم والمواطن على أرض مملكة البحرين. فاصل وراجعين لكم. تابعون بعد الفاصل المتاحف الأهلية ودورها في الحفاظ على التراث الوطني. حياكم الله من جديد. إذا نشوف دولة تنتشر فيها المتاحف، اعلم أن هذه الدولة عندها مخزون من التراث ولها بعد تاريخي ولها عدة حضارات. وإذا شفنا دولة ما فيها متاحف وأهلها ما يهتمون بتراثهم، اعلم أن هذه الدولة ما فيها لا تاريخ ولا حضارة يا رقية. وإذا شفت دولة تدور التراث دواره وتشتري كل شيء له بعد تاريخي من دول أخرى، اعلم أنها دولة تحاول أنها تصنع لها تاريخ من خلال الفلوس اللي يعني تستخدمهم في شراء هذه المقتنيات. وايش رايك رقية؟ صدقت يا بسام، وطبعا ما في احلى من التاريخ ولا احلى من التراث. ومثل طبعا ما قلت لنا، المتاحف في اي دوله تدل على مدى حضاره وتاريخ هذه الدوله. واحنا في البحرين يا بسام ترى مو بس عندنا يعني خلينا نقول متاحف اللي المتاحف الوطنيه، عندنا تراث عريق، عندنا تاريخ مرتبط باعرق الحضارات. وهذا الشيء خلى عندنا كثير من المواطنين يهتمون ان تكون عندهم متاحف شخصية. وطبعا أكيد إحنا ما نغفل عن متاحفنا مثل المتحف الوطني والمتحف العسكري، لكن مثل ما ذكرت لك أن اهتماماتنا بتاريخنا الحلو بتاريخنا العريق خلى يكون في اهتمامات شخصية يأسسها بعض الأفراد البحرينيين عندهم شغف، عندهم شغف وحب طبعا اللي هو الحفاظ على موروثهم التاريخي وهويتهم الوطنية. المتاحف طبعا رقية بدأت تنتشر يعني في البحرين بشكل كبير، لأن بداية هذه المتاحف كانت عبارة عن هواية لجمع الانتيك، لجمع الطوابع، لجمع الوثائق التاريخية، إلين ما أصحابها حولوا من زود الأغراض ما شاء الله اللي صارت عندهم حولوها إلى متاحف شخصية، وإحنا نسميها المتاحف الأهلية. أصحاب هذه المتاحف موجودين عندنا في الاستديو منورينا طبعا، معنا الأستاذ صالح الحسن صاحب متحف شخصي، وعندنا كذلك الأستاذ عبدالله السهلي هاوي عملات ونوادر وباحث في التراث الخليجي، ومعنا كذلك الأستاذ علي مساعد وصاحب متحف شخصي. حياكم الله معنا. الله يحييك. طبعا بسام، الحديث بيكون أكيد ممتع جدا في هذا الجانب، خاصة لما بنتكلم عن المتاحف وتاريخ البحرين وطبعا واهتماماتهم في اللي هو طبعا إحياء هذا الموروث. لكن قبل ما نبتدي مع ضيوفنا ونتكلم عن هذا الجانب الجميل، خلينا نشوف معهم هذا التقرير وراجعين لكم. وياكم صالح محمد حسن الحسن أبو عبد الناصر صاحب متحف صالح الحسن المنزلي. ابتديت الهواية من سنة 1963، وهو ابتداء أول شيء مثل أي واحد شاب بهالعمر، عمري حوالي 13 ولا 12 سنة، اللي هو جمع الطوابع وتبادل الصور والمناظر الطبيعية. واستمريت على هذه الهواية فترة طويلة، لي حين تشوفون اللي عندي في متحفي المنزلي حوالي 50,000 قطعة من مختلف الـ يعني من الساعات ومن الأنتيك، من الوثائق، من الطوابع. الهدف مالي من هذه الهواية هو المحافظة على تراث البحرين الحبيبة.
اسمي علي سالم ساعد، من هواة التراث والأنتيك. ابتديت في جمع هواية التراث من يوم عمري كان 10 سنوات. كنت مندوب في مجلة ماجد في سنة 1983، ومن خلالها تعرفت على العديد من أصحاب التراث، وكنت أتبادل وياهم جمع قوابع، وكانت عندي يعني حب في هذه الشغلة. هذه يعني اللي شفناه في التقرير، يعني مقتنيات متحفين بس في البحرين، واحنا عندنا طبعا متاحف اكثر. لكن سؤالي لك شرقية، من الاغراض اللي شفناها شنو اللي لحقت عليه؟ لحقت عليه، انت اصلا صحيت فيني ذكريات، طبعا الماضي الجميل، العبق الحلو، طبعا اللي احنا يعني مستحيل ان نشوف هذه الشغلات وما نتذكر تراثنا الجميل. لكن يعني انا ابي اقول شغله يا بسام، يمكن يعني لاحظنا التقرير ومن كلام ضيوفنا في التقرير كانوا كلهم يجمعون على شيء واحد، قالوا ان احنا ما رحنا وسوينا هذه المتاحف الا لحبنا لتراث البحرين. نعم. وان احنا نبي نحافظ على هذه على الموروث الجميل. يعني انا ببتدي معك وان لا يتهرب ويطلع برا، يعني ان شاء الله هذه بجهودكم اكيد. إيه. نعم. استاذ الكريم استاذ صالح، طبعا خلينا نبتدي معك. هذه يعني المتاحف مثل ما قلنا انبنت وظهرت بجهود شخصية محبة لتاريخ البحرين. نعم. لكن من وجهة نظرك شنو الدعم اللي المفروض يحصل عليه يعني صاحب هذه، خلينا نقول ما بقول الهواية بس بقول صاحب الرغبة في المحافظة على تراث البحرين، وأنه مثل ما ذكرت ما يطلع برا؟ إيه، هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشيء الأساسي هو المحافظة على تراث البحرين. هو ليش سووا متحف؟ يعني عبارة إرث، هذه أشياء يعني مشتقة من كلمة إرث، إحنا موروث من دول من أجدادنا ونحافظ عليهم. وهذه يعني إحنا لنا الفخر أن نبذل كل الأمور من أجل المحافظة على هالمقتنيات التراثية لمملكة البحرين الحبيبة. صحيح. مثل ما قلت استاذ صالح، يعني اهم شيء ان هذه ما تطلع برا. اي هذا هو. لكن قبل التوسع في ذي القضية بالذات، انا بتوجه حق استاذ عبد الله، انت ما شاء الله عليك يعني عندك من الانتيك وعندك من المقتنيات سواء محلية او على مستوى يعني العالم، عندك العديد من هذه المقتنيات وعندك تجارب وزرت دول وزرت قارات. يعني لو تكلم اكثر يعني عن نوع الدعم اللي نحتاجه احنا في البحرين، او اللي تحتاجونه انت كاصحاب مقتنيات اثريه واصحاب متاحف، تبقى هذه جهود شخصيه. صحيح. عدل ولا لا؟ صحيح. فانتوا شنو تحتاجون من دعم على اساس ان احنا نحافظ عليها ونرسخ هذه المتاحف عندنا في البحرين؟ ممكن احنا دعم انه يكون من وزاره الثقافه وحتى من وزاره التجاره، يعني تعطينا لنا كيان. يعني عندي انا كمتحف شخصي لكن ما له وجود، يعني ما في شيء رسمي يثبت ان انا هي متحفي. عندك مشكله بعد، اكثر مشكله تواجهني انا بالذات اذا اجيب مثل قطع من برا، الجمارك هني يعني يبهدلوني، ما اطوف القطعه الا مبهدلين، وساعات اشياء قطعه ما تقدر اطوفها. يعني اخر مره كنت قطعه صغيره مدفع حجيج، فسووا لي قالوا لي لا ما يدش البحرين، يعني عمره حوالي 200 سنه من عمان. فعندنا مشاكل وايد صراحه، بس نبي احد يدعمنا مثل اقل شيء الثقافه يدعمونا.
بكل شيء. شنو نوع الدعم اللي تحتاجه مثلا من هيئة الثقافة بالتحديد؟ رسالة تثبت ان يعني احنا عندنا متحف، دعم مادي ما نبي طبعا، نبي بس انه يدعمونا كشيء، كان يكون شيء يعني رسمي، شيء موجود. يعني احنا نحافظ على التراث، يعني هاي التراث. بس حتى الدعم المادي يعني اتوقع انه بيكون بعد مهم، لانه ما شاء الله هذه الامور مكلفه. الدعم المادي هذه هو مهم، بس انه يعني احنا اهم شيء خل يكون لنا على الاقل يعني اعتراف رسمي، يعني ارضيه ايه نوقف عليها. اي نعم، في تصاريح يعني لو نحصلها احنا اصحاب المتاحف. نعم. حالنا من حال باقي اصحاب المتاحف في دول الخليج. صحيح. يعني هذا التصاريح تسهل حتى تنقلاتنا. احنا نشارك في دول الخليج، يعني اللي نشاركه في المعارض هذه معترف بها في دول الخليج كامل. والحمد لله يعني نفوز بجوائز، يعني في جميع يعني المشاركات احنا نحصل على درجات. يعني انا بودي اسالك علي عن موضوع المزادات، يعني نبي نعرف اهميه المزادات في العمل التراثي، شنو اهميتها، وشلون ممكن احنا يعني او خلينا نقول المبالغ اللي يتم تحصيلها من خلال هذه المزادات، وشلون يتم التصرف فيها. من اهميه المزادات اللي احنا نقيمها سواء في البحرين او في باقي دول الخليج. نعم. يعني انا مؤسس مزاد تراث النواخذه تقريبا الحين من سنه. والحمد لله يعني ما تتصورون ايش كثر الناس تجيني من مكه وتجيلي من عمان دول الخليج ومن اليمن ومن مصر. هذه المزاد يعني انتشر، يعني مزاد تراث النواخذه معروف في دول الخليج. في سنه واحده انا اسسته وياي الاخ محمد بوهزاع والاخ محمد زين. شلون روشت لعلي ما شاء الله، يعني وصار لنا صيته منتشر كذي خارج البحرين. هو انا حبيت يعني اطلع بشكل مختلف عن باقي المزادات، والحمد لله رب العالمين. يعني الشيء اللي احنا سويناه بذل منا يعني وايد وايد يعني أجوب. علشان نوصل يعني احنا بعد يعني بعد سامح على الدخله. جمعيه البحرين لهواة الطوابع والعملات هي تقيم مزاد اسبوعيا يوم الخميس ليله الجمعه بشكل عام، يعني الانتيك بشكل عام ولا بس فقط للطوابع؟ كل شيء. ويونا يعني من مثل ما قال الأخ علي أبو أمل. نعم. يجون إحنا بعد الجمعية يجون من مختلف الدول الخليج العربي. نعم. وتعرض كل الأشياء. نعم. من العملات، من عملات، من أوراق نقدية، من أنتيك، من ساعات، كل الأمور تعرض للمزاد. زين أستاذ صالح، إذا تسمح لي أنا بسألك يمكن هذا السؤال جدا مهم يعني لكم وحتى لمن يشاهدنا الآن وعنده مثل هذه الهوايات. تحويل المتاحف الشخصية إلى خلينا نقول متاحف جماهيرية يقصدها السياح من خارج البحرين، لأن هذه هدفكم. نعم. الترويج للبحرين والمحافظة على تراثه، كيف ممكن يتحول هذا الشيء؟ شلون يصير؟ والله ذيك المرة احنا تناقشنا في الموضوع ويا سعادة محافظ محافظة محرق. نعم. سيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي هو اللي طرح مرة فكرة ان لم ذلن اصحاب المتاحف في محل ويقال لي بعد انا ما اقول لك، قال لي بخليك انت مسؤول عن المتاحف الشخصيه وتكون كل يعني يقول عندنا يعني احنا الكل في بيته اشياء تاريخيه عن اجداده وعن ابهاتهم، على ذي الاساس لما نخليه تحت سقف واحد. زين بس هل هذه المبادره تكفيكم يعني كمبادره مثلا خلينا نقول من محافظه، ولا احنا قاعدين مثلا نتمنى انه يكون في مساعي مثلا ايضا من جهات اخرى؟ تفضل. اعطيك مثال في دوله خليجيه، اذا انت كصاحب كانا صاحب متحف يعطوني ارض وابنيه كمتحف ويجيبوا لي سياح وزوار ويكون تيكت، فالتيكت يكون 50% حق الشخص حق صاحب المتحف و 50% حق الحكومة. فهذا شيء واجد في يعني مدخول لك في مدخول حق الدولة. صح. خصوصا نحن نبحث عن الحين المدخول يعني بالإضافة إلى كلام أخوي أبو يوسف عبد الله، ترى إحنا مثل أصحاب المتاحف مثل صالح الحسن وعبد الله باقر وعلي عثمان وأنا شخصيا، أنا تقريبا من أسبوعين مستقبل وفد تقريبا 20 شخص هم من جمعية العمل التطوعي العربي، فيهم جزائريين مغاربة وتوانس ومن مصر، والحمد لله يعني من خلال جمعية البحرين الخيرية يولي يوم واحد واستقبلتهم وشوفوا المقتنيات اللي عندي.
أنا يعني سويت لي أقسام وايد في متحفي، خليت يعني كل قسم بروحه، مثل المطبخ القديم، الاستديو القديم، غرفة البحر والغوص، المكتب القديم أو الحفيز، المحسن، الاستديو، القهوة القديمة، يعني يمكن 10 أقسام. بالإضافة إلى أنا الحين قاعد أشتغل، يعني عندي غرفة قاعد أشتغل فيها على يعني تخصصي في الطيران، يعني خاص بس بالطيران. هذا اللي احنا نتمنى، احنا نتمنى احنا نخصص متاحف اكثر واكثر، اللي المقتنيات اللي عندك، المقتنيات اللي عند زملائك، نتمنى تشوفها في متاحف وطنيه. لكن رجعي يبقى يعني على الكلام اللي سمعناه، تبقى هذه جهود شخصيه، وهي جهود مشكوره اللي قاعد تقوم فيها كبيره يعني. ولكن انا بعد في قضيه انت يعني تفضلت فيها استاذ صالح، فيما يتعلق بتهريب هذه المقتنيات او تصديرها، يعني هل شهدته، والسؤال موجه للجميع، يعني هل شهدتوا عمليات مثلا بيع وشراء بغرض تصدير هذه الانتكات؟ والله في جماعات مخصصه، سمحنا يعني في جماعات مخصصه ويطرشونها البحرين بالذات، لان البحرين غنيه من تراث، ويشترون مبالغ طائله. لو واحد بيبيع هنا في البحرين مثلا ب 1000 دينار ويدفع 2000 3000 دينار، ما يفتف بذا المبلغ، يعني مبالغ خياليه يعني تغريب. عشان بس ان يعني نرتب افكارنا ونطرحها بالشكل الصحيح، وتوصل هذه الرسائل وتوصل صوتنا بالشكل الصحيح للجهه المعنيه. نبي نقول شغله، هل صار في جهه من صوبكم، يعني يمكن انا اوجه لك سؤال اخوي عبد الله، هل صار من صوبكم مثلا خلينا نقول مساعي ان انتم تتواصلون مع جهات معينه، مثلا هيئه الثقافه مثل ما ذكرت، وزاره التجاره، انهم يتبنون مثل هذه الشغلات اللي انتم قاعدين تسوونها، لان فعلا هي قاعده ترجع بالخير على الوطن؟ ما نشوف يعني ما نشوف أي مبادرة. إنزين أنتم ما حاولتوا تبادرون؟ لا والله أنا عني ما إيش إيه أنا عني لا، بس مارك الشباب في والله في أكثر من محاولة، يعني من خلال التلفزيونات اللقاءات، أتذكر حتى في برنامج مسيان تكلمت يعني، وفي جميع الجرائد، حتى ابو عبد الناصر بس هل خذينا خطواتنا، قدمنا مثلا خطابات معينه يعني علي؟ صحيح المناشده جميله، ممكن انا اذكرها في الجرائد في التلفزيون، لكن ايضا خطوات من اصحاب المتاحف هذه بشكل شخصي، نروح نتكلم مع ذي الجهات، نشرح لهم، ندعيهم انهم يحضرون اليوم. تفضل اخوي علي. في فكره انا كنت بوصلها حق اداره التراث والثقافه في البحرين، إن شاء الله على تاريخ 18 ماي اليوم، حتى أنا طرحت ذي الفكرة في الجمعية في جروبنا، والحمد لله تناقشنا فيها. هي فكرتي شنو، يعني في يوم عالمي للمتاحف اللي هو تاريخ 18، يوم عالمي كل الدول حتى الدول الخليجية قاعدة تشارك في هذا اليوم ما عدا البحرين، يعني حتى على المستوى الرسمي ما نشارك شخصي الرسمي أنا ما أعتقد، يعني أنا ما سمعت صراحة ليش ما احنا اصحاب المتاحف، ليش ما اداره التراث يعني يشاركونا في مشاريعهم في برامجهم في الشغلات اللي هم تصير، يعني مثل مهرجانات التراث، يعني احنا ما نسمع يوم من الايام بجهه مسؤوله دعتنا قالت تعالوا شاركوا تبني. بالعكس احنا مستعدين، ترى احنا ما نبي شيء، ترى احنا بس نبي احنا نشارك ونرفع اسم البحرين بس. واعتقد هذه هدف الجميع، يعني سواء انتم كنتوا او حتى احنا من صوبنا او اي جهه اخرى قاعده تعمل على ابراز هذا التراث الجميل، لان احنا عندنا موروث حلو، بس يمكن مطلوب انه يكون في شويه تنسيق، يكون في خلينا نقول مبادرات نطلقها يمكن احنا وتطلقها بعض الجهات المعنيه، عشان فعلا يعني يصير في تنسيق. حتى الاهتمام الرسمي وايد يعني مطلوب، خصوصا انا يا جماعه انا لما انظر حق الاغراض اللي عندكم، انظر حق المتاحف اللي عندكم، ترى انا قاعد انظر حق ثروه، وثروه لازم يعني نستقلها على كل المستويات، خصوصا انا يمكن ارجع حق موضوع اللي هو تصدير هذه المقتنيات. انت عندك كلام تبي تقوله من شوي، عندك تعليق استاذ عبد الله عن الموضوع؟ عن هاي الموضوع، عندك مثل دوله مثل مصر، اي شيء عمره 50 سنه مستحيل يطلع، مستحيل تقدر تطلع اليوم، يعني تعتبر كجريمه. فالمفروض يكون عندنا قانون يمنع اي تصدير اي شيء بحريني عمره فوق الخمسين او حتى 30 سنه. يعني انت قاعد يعني تخلخل التاريخ، يعني انت تسوي لي فجوه في التاريخ. يعني اذا مثلا طلعت وثائق عن مثلا فتره العشرينيات طلعت برا، انت عقب بس ما عندك شيء يثبت العشرينيات شنو صار عندك، يعني التجار عندك، يعني التجار عندك الانجازات اللي صارت في هالفتره هاي تختفي.
صحيح. لأن يعني في ناس تشتريها للأشياء يعني ما حد يدري عنها وتروح. صح. مثلي أنا. نعم. أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا مشارك حوالي 70 فعالية ومعرض. ما شاء الله. 70. كله خارج البحرين. خارج وداخل البحرين. نعم. وكل اللي هذه اللي أنا شارك على حسابي الخاص. كله على تذاكر إقامة كله على حسابي الخاص. وشنو المعارض اللي داخل البحرين استاذ صالح؟ المعارض يعني آخر شيء اللي أنا سويته في مهرجان مدرسة الهداية عن مناسبة عيد الاستقلال وتولي جلالة الملك الحكم، مسوين فعالية مهرجان الأول مهرجان الثاني مدرسة الهداية الخلفية، وخصوا لي يعني من نوع الحجرة وخليت مقتنيات عن القوس وعن الجرائد وعن كل الأمور والكتب، وركز على الكتب المدرسية والحمد لله يعني استانسوا وارتاحوا بمعرضاتي. تثقفوا بعد. إيه وتثقفوا وأنا أشرح لهم ويجي المدير ويجي المسؤولين. ننقل من جيل إلى جيل ونكبرهم على هذا الشيء. من جيل ما عنده ثقافة بالتراث، ما يعرفش عن التراث، هاي وايد مشكلة ترى. هذا الشيء بخليني أسأل علي يعني بهذا السؤال، يعني خلينا نقول بشكل مباشر جدا على المستوى الإعلامي والتوثيقي، شو اللي ينقصنا؟ والله نفس ما ذكرت، يعني يا ريت يكون في مشاركة أكثر يعني في المعارض اللي تصير على البحرين. أنا هنا بعد أنا اقترح، يعني عندي اقتراح. أنا الحمد لله والكل يعني إحنا نشارك تقريبا من شهرين، إحنا رحنا الكويت ويا الأخ صالح. نعم. وتكرمنا إحنا يمكن تقريبا 10 بحرينيين، كرمنا الشيخ صباح. أكبر وفد البحرين اللي كرموهم. يعني كنا إحنا مشاركين في معرض خليجي حق أصحاب التراث والحرفيين في نفس الوقت. تاريخ 19. هذه يعني إحنا تكرمنا في وين؟ تكرمنا إحنا في الكويت، تكرمت أنا في رأس الخيمة وفي قطر، نحصل شهادات في كل مكان. حصلنا وين شهادات برا؟ أنا أمنية إني أحصل شهادة بحرينية. أنا هاوي 40 سنة. والله نشاركك الأمنية صراحة. 40 سنة هاوي من عمري 10 سنين أروح بريد المنامة فوق سيك، بريد محرق أروح فوق سيكة أشترك قوابع. يعني في هالعمر ذي يعني أتمنى أحصل شهادة من البحرين. شهادتك شهادات يعني من كل الدول. علي طبعا أكيد أنت اللي قاعدة تسوي في النهاية هذه مردود على الحبيبة البحرين. صح. وطبعا أكيد. كل المساعي اللي أنتم قاعدين تسوونها. إحنا نمثل البحرين وهذه أغلى ديرة. لكن أكيد مطلوب أن يكون في تقدير لمزاولة. صح. عمل أكثر. يعني أنا أبي أختم معاكم بكلام بثلاث رسائل أخذها منكم بشكل سريع. ما بقول أمنيات بس بقول رسائل نوجهها علشان نقدر فعلا نستثمر هذه الإرث الجميل اللي ورثونا يا أجدادنا. تفضل أستاذ صالح. طبعا أنا عندي مثل ما ذكرت وتذكر أخ بسام، أنا عندي متحف منزلي. نعم. لكن الأقراض اللي عندي اللي قلت لك أنا عندي قلت لكم عندي 50,000 هذه ما يبي لها محل كبير. أنا شاركت في أكتوبر في مهرجان البحر لوزير التجارة تشرف وافتتحه ويا مدير التنفيذي الشيخ خالد بن حمود، ويعني الله يسلمكم يا انبهروا على اللي عرفته. يعني هذه ما يبي لها هذه، حتى زوجتي يوم حطيت المقتنيات اللي نقلتها من المتحف المنزلي لمهرجان البحر تقول هذه عندك في المتحف متحدث. في المحل مرتب منظم. يعني قصرنا احنا مكان. يعني المكان صحيح زين، المكان ما تبي لك ارض على الاقل تحط فيه المقتنيات، تبي حتى تاخذ حريتها وراحتها والمشاهد مجهز حق السياح والزوار. طبعا طبعا لان البارحه اولت البارحه في مجلس نوار الوزان شفت واحد ظهر عنده شركات وهذه قال لي بيوني يوم سمع عني عن عندي متحف، قال بيون 100 وفد يعني عددهم بخليهم يجون يزور متحفك. قلت ترى ما هذه خليهم على اقساط. اذا احنا رسالتنا الاولى نبي مكان عشان فعلا نطلع. نعم. كل المقتنيات الحلوه اللي عندنا. عبد الله. نعم. تفضل. الموضوع ترى جدا خطير. ليش؟ لان جزء وايد خاصه عن هالايام من تراثنا يختفي.
شنو تبي؟ شنو الرسالة اللي حاب أنك توصلها؟ أنا قلت لك أول شيء مفروض في قانون يمنع أي شيء عمره 50 سنة بحريني يطلع من البحرين بتاتا، ما ممنوع، يعني أعتبر شيء اللي طلع إجرام، لأن أنت قاعد تطلع تاريخ البلد برا. أنت خوفك من بلد تنسب لهذا؟ هاي اللي صار، هذا المشكلة. يروح ذاك البلد. هذا رسالتك يعني أستاذ عبد الله؟ لحظة بس بعد ما أعقب. احنا عندنا في اشياء في البحرين، يعني في تاريخ البحرين مو مكتوبه في الكتب، احنا نحتفظ فيها. مثلا البحرين كانت تتبرع حق الجيش الانجليزي في يوم الحرب، البحرين ساعدت. شلون انا اطلع ذي الاشياء؟ هاي موجوده عندي انا بس ما حد يدري عنها، ما حد يهتم اصلا. فاذا شلون انا اخليهم يهتمون؟ شلون يعرفون عنها بشكل سريع بس يعني عبد الله، لان عندنا وقت قصير. كلمتين. البحرين ساعدت السعوديه في تاسيس الدوله السعوديه الاولى، ففي وثائق مهمة حق تاريخ البحرين، بس المشكلة ما حد يهتم. المفروض إدارة الثقافة، الناس المختصة تهتم في هالشغلة، يعني نوثق التاريخ ونأرخه بشكل صحيح عشان يوصل حق الجيل القادم. تفضل أخوي علي. الله يسلمك. أنا ما بزيد على الأخوان عبد الله وصالح، عشان ما ذكرتي احنا بيننا ملتقيات، يعني سواء بحرينية أو على مستوى الخليج. نعم. وهذه احنا كأشخاص صعب علينا ان احنا نسوي، هذه يعني لازم يكون مثل دوله جهه رسميه تكون ترعى ذي الشيء، جهه رسميه. فنتمنى ذي الشيء يكون يعني احنا الحمد لله جاهزين حق اي شيء، واحنا نتمنى نشوف جهودكم تستمر، ومثل ما قلت اهتمام اكثر من قبل الجهات المعنيه. احنا للاسف استاذ صالح إيه، هذه المشكلة، هذه المشكلة وهذه القضية الأساسية. طبعا إن شاء الله يعني إن شاء الله أكيد، لا أكيد إن شاء الله تاريخنا راح يكون محفوظ إن شاء الله، ما دام في ناس مثلكم وشرواكم يحافظون على تاريخ البحرين. يعني إذا تسمحون لنا طبعا ما تقصرون يعني في هالبرامج، هذه واجبنا، هذه واجبنا اللي دائما تستضيفون تدعمنا بدون شكرا، يعطيكم العافية. احنا طبعا اللي شاكرين على حضوركم أستاذ بسام، هذه مشكور طولي، هذه واجبنا، يعطيكم العافية ومشكور. أقل من واجب. أنا ما بأول مرة تستضيفوني وزارة العلم، هاي خامس مرة. أستاذ صالح يعني هذه دورنا مثل ما ذكرنا. نعم. قلنا إن هذه طبعًا دورنا إحنا كجهة إعلامية نحن نسلط الضوء عليكم. شكرًا جزيلًا لحضوركم أستاذ صالح الحسن، أستاذ عبد الله السهلي، والأستاذ علي مساعد، ويعطيكم العافية جميعًا. طبعًا في الختام مشاهدينا اللي ذكروا ضيوفنا كلام جدًا جميل، والأحلى طبعًا إنهم خوفهم وشغفهم على المحافظة على هذا التاريخ الجميل، على الإرث البحريني اللي ورثونا إياه أجدادنا. كان في رسائل نتمنى أن هي فعلا توصل للجهات المعنية بتبني مثل هذه الخطوات الشخصية اللي قاعدة تسويها أو يسوونها هذين الناس. ليش؟ لحبهم لهذه الوطن والمحافظة على تاريخ البحرين الأصيل. يعطيكم العافية وتصبحون على خير، ونشوفكم إن شاء الله باكر. تصبحون على خير.